يلا واحد اثنين ثلاثة. اقف عنده كله كله يقف عنده كله يقف عنده. تعالوا كلكم هنا كله يجي هنا كله يجي هنا يلا. بقول لكم لا تعالوا لنا الناحية دي بسرعة. سيد ليه يا سيد ليه؟ يلا كله يجي ناحية دي كله يجي ناحية دي. ناحية دي كانت أحسن يا سيد. بقى كانوا جم يا سيد خلاص. كله يجي ناحية دي يلا. اقف عندك ليه؟ لا ولا ايه؟ لا لا الجو برد جدا. استنى بصوا بقى علشان نبقى واضحين من اولها ومش عايزين ناذي حد. الكلام اللي هيتقال يتسمع بالحرف مفهوم؟ اتفضل يا شيكو. بصوا يا اخوانا احنا جايين نسرق البنك ساعة زمن وكل واحد فيكم هيروح لحاله واحنا هنروح الجونه. هنروح نحط بنزين الاول وبعدين نجيب سندوتشات شاورما وبعدين هنروح الجونه وانا اللي هسوق. انا اللي هسوق يا سيد. احنا متفقين؟ ايوه ماشي. ايدينا بره خلاص. ماشي. واحنا على فكره كان ممكن نثبتكم من ساعه ما دخلنا بس احنا احتراما للنظام واحتراما ليكم خدنا رقم زينا زي اي حد فيكم فلو سمحتوا تحترمونا شويه.